هناك وعلى مسافة تبعد حوالي 15 كيلومترا من محافظة السويس وثلاثة كيلومترات من ميناء الأدبية توجد مجموعة حديد البحر الأحمر بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، كيان ضخم ممثل في كل من شركة السويس للصلب وشركة مصر الوطنية للصلب والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب. صرح كبير نهض ولا يزال بفضل قوة وسواعد أبنائه من العمال والموظفين ممن دافعوا عنه وقت الانفلات الأمني الذي شهدته أحداث الثورة الأخيرة وحالوا دون اعتداء الخارجين عن القانون على مقدرات مصانعهم، فدافعوا عنه ببسالة. لقد انتقلت ملكية شركة السويس للصلب في سبتمبر عام 2006 إلى شركة مصر الوطنية للصلب ليشكل معا صرحا ضخما لإنتاج الحديد والصلب في مصر، وتم منح الشركة رخصة لإنشاء مجمع متكامل للحديد والصلب ليرتفع بذلك حجم استثمارات الشركة من 1.8 مليار جنيه في عام 2007 إلى حوالي 63.6 مليار جنيه، وارتفع إلى 45.4 مليار جنيه في عام 2011 بزيادة قدرها 50% سنوياً، حيث سيصل حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن سنوياً، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك التي آمنت بجدية وجدوى الاستثمار في هذا المجال استكمالاً لأهداف ومسيرة ثورة مصر البيضاء وتدعيماً لمسيرة التقدم والنهوض باقتصاد وطننا الغالي مصر. ونتج عن هذا الكيان منتج مشهور بالعلامة التجارية NS والذي سيطلق في السوق المصري تحت علامة تجارية جديدة هي حديدنا، ويأتي هذا التغيير تقديرا من الشركة والعاملين بأهمية دور هذه الصناعة الاستراتيجية في مستقبل مصر لسد احتياجات البناء والتطوير القادم بعد الثورة والمستقبل الذي تنتظره البلد في ظل عصر جديد يحمل التزاما وتفانيا من شباب مصر لرفع شأن الوطن في كافة المجالات. كما قامت الشركة بتنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات الناجحة منذ عام 2008 وحتى الآن، منها أولاً تطوير مصنع الصهر رقم 1 لترتفع طاقته الإنتاجية من 600,000 طن إلى 800,000 طن سنوياً بتكلفة استثمارية قدرها 139.4 مليون جنيه، وتم تشغيله في سبتمبر 2009. ثانياً، كان الحفاظ على البيئة وصحة العاملين من أهم الأهداف المنشودة، لذا تم تحديث وحدة تنقية الغازات لمصنع الصهر رقم 1 بتكلفة استثمارية قدرها 33.1 مليون جنيه، وتم التشغيل في مايو 2010. ثالثاً، لتوفير قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج وتوفير العملة الأجنبية تم إنشاء مبنى المخازن والورش المركزية بتكلفة استثمارية قدرها 12 مليون جنيه، وتم التشغيل في أبريل 2009. رابعاً، إنشاء مخزن للإضافات والسيور الناقلة لتخزين المواد الخام المساعدة في العملية الإنتاجية بتكلفة استثمارية قدرها 29.1 مليون جنيه، وتم التشغيل في يونيو 2009. خامساً، إنشاء مصنع لمعالجة وتصنيف خبث الحديد لاستخلاص الحديد واعتماده كمادة خام لصناعة الأسمنت والطوب الأسمنتي والأسفلت ورصف الطرق وغيرها، وذلك لإعادة تدوير المخلفات الصناعية بدلاً من تلويث البيئة بتكلفة استثمارية قدرها 17.2 مليون جنيه، وتم التشغيل في أبريل 2009. سادساً، إنشاء مصنع الجير بهدف الاستفادة منه في عملية إنتاج الصلب للمصانع القائمة وتصدير الفائض وبتكلفة استثمارية قدرها 74.1 مليون جنيه، وتم تشغيل الخط الأول في ديسمبر 2010، أما الخط الثاني فقد تم تشغيله في منتصف يونيو 2011. سابعاً، إنشاء إدارة للخدمات اللوجستية لتقليل تكلفة النقل والمناولة وضمان التشغيل الآمن للشركة
بتكلفة استثمارية قدرها 82.92 مليون جنيه، وقد تم التشغيل في ديسمبر 2009. ثامناً، إنشاء مصنع الدرفلة الأول بهدف إنتاج أطوال حديد التسليح من قطر 8 مليمترات إلى قطر 40 مليمتر من الصلب عالي ومتوسط الكربون، وبتكلفة استثمارية قدرها 354.8 مليون جنيه، وقد تم التشغيل في سبتمبر 2009. أما المشروعات الجاري العمل على تنفيذها فهي كالتالي: أولاً، مصنع الحديد المختزل، ويهدف إلى إعادة استخدام الحديد كمادة خام أولية كبديل عن استخدام الخردة. تصل الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 1.95 مليون طن سنوياً، وبتكلفة استثمارية قدرها 1.66 مليار جنيه. ثانياً، مصنع الصهر رقم 2 لإنتاج مربعات الصلب التي تستخدم بعد ذلك في مصنع الدرفلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.28 مليون طن سنوياً، وبتكلفة استثمارية قدرها 977.5 مليون جنيه. ثالثاً، مصنع تشكيل حديد التسليح، والذي يهدف إلى قطع وثني وتشكيل كانات حديد التسليح بغرض الوصول إلى المستهلك النهائي مباشرة، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة وأيضا تقليل نسبة الهالك من الحديد المستخدم وتوفير الوقت والجهد. وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 213,000 طن سنويا، وبتكلفة استثمارية قدرها 51.1 مليون جنيه. رابعا، مصنع إنتاج الأكسجين، ويهدف هذا المشروع إلى توفير احتياجات الشركة من الأكسجين السائل بتكلفة استثمارية قدرها 146.4 مليون جنيه. واليوم نتوج مجهودات عمالنا ومهندسينا بتشريف سيادتكم لافتتاح مصنع الدرفلة الثاني. تعد إنتاجية هذا المصنع هي الأولى من نوعها في مصر، ويتميز منتجها بسهولة عملية النقل والتداول والتخزين وتقليل الهالك من الحديد المستخدم بنسبة لا تقل عن 5%، بالإضافة إلى سهولة استخدامه في عمليات تشكيل الحديد. ويهدف هذا المشروع إلى توفير احتياجات السوق المحلي من لفائف وبكر حديد التسليح، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 400,000 طن سنوياً، وبتكلفة استثمارية قدرها 305 ملايين جنيه. احنا اتولدنا من جديد، عرفنا ان صوتنا بيعمل فرق كبير. لو الحديد اتكلم هيقول لنا كتير، بسندك واستحال اخذلك، بستحملك وبشيل عنك. انا دايما جنبك، ما بخلش عليك ابدا، واقدر اشيل ملايين. الحديد صوته مش بالكلام، صوته بيبان بالافعال. حديدنا من صلب مصر.